الحكامه والحكامه تشري ديال الدراري حتى حمره في دقيقه ثلاثه تما كتدوخي وات ذا فاك المساواه ليلى المساواه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. تعرضت الحكمة المغربية بوشرى كربوبي لموجة سخرية من قبل فنان الراب إيهاب إقبال الشهير فنيا بلقب حليوة. هذا الأخير قام بمشاركة مقطع فيديو عبر الحساب ديالو سيغ انستغرام كيوثق فيه لحظة إشهار الحكمة البطاقة حمراء في وجه لاعب مغرب تطواني عند الدقيقة الثالثة من مقابلة نهائي كأس العرش، وكانت قاسية جدا. الحكمة المغربية دخلت تاريخ كرة القدم المغربية من أوسع أبوابها بعد إدارة نهائي كأس العرش الذي جمع أمس السبت بين فريقين المغرب تطواني ضد الجيش الملكي، وانتهى بتتويج الفريق العسكري بعد فوزه بثلاث أهداف مقابل لا شيء. الإشارة بشرى كربوبي تبلغ من العمر 34 سنة وكتعمل في الأساس كشرطية، وحصلت على الشهرة الدولية كحكمة كرة قدم عام 2016 حيث بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2001، ثم حصلت على شهادة الحكمة الوطنية في عام 2007. بشرى كربوبي تصنف من أفضل الحكمات على المستوى الوطن العربي والقارة الإفريقية. كان الحكم ديالها قاسي في المقابلة. المهم بالنسبة للجيش الملكي فهو فاز هنيئا له، والمغرب تطواني كيبقى فريق كبير بالجمهور ديالو بكل شيء ديالو، والجمهور ديالو تسجل في التاريخ كأفضل جمهور مغربي، جمهور منظم مثل المدينة ديالو أحسن تنظيم وشجع الفريق ديالو، وحتى النتيجة اش كانت سلبية فهو تصرف بطريقة حضارية كجمهور كبير كيستحق كل التشجيع والتقدير وديما مغرب. أنا كدور والحمرة نوسترا مور وهذا الزانة حمرة بيضة نبغيها عمرنا نسمحوا فيها.